الطرقات في القطاع الشرقية تضامن مع مدينة حلب في ظل المجازر التي ترتكبها روسيا والنظام بحق الأطفال والنساء. خلينا ننصر بس اخواننا بكلمة يا جماعة، هل هذا الموضوع ما قادرين عليه؟ سبا غوطا ويا سبا تحيا رجالة والله يلعن اخوانا واخوانك من عنا واخوانك بيت الاسى واخوانك بيت الاسى الشعب يريد إسقاط النظام وقفت تسائل نفسها